يسلم ايديك يونس، قديش اخذت حسنات باللي عملته. تعرف شو؟ في ناس كتير رح يدعوا لك من كل اللي رح يستفادوا من هالمركز. بس هالشي بكفي لتنغفر كل ذنوبي؟ اسمعني منيح يا ابني، الله بيغفر لكل عباده، لهيك اسمه الغفور الرحيم، يعني رحمته بتوسع كل شي. ممكن يغفر لنا بأصغر الأعمال، الأخطاء اللي بحجم الجبال، بيعفي عنا ببساطة. وأهم شي إنك ما تنسى التوبة، وكون على طول مستعد إنك تعمل الخير وين ما كان ومع مين ما كان. ومثل ما بيقولوا، الاعتراف بالذنب فضيلة كبيرة، والتوبة هي اللي بتمسح أخطائنا. وأغلاطك أنت مو شي قدام أغلاط غيرك. ابني لا تخجل من حالك، خلي رأسك مرفوع. أنا ما بخجل من كل الناس، يلي ساعدوني مو أكتر، بستحي من يلي مدولي إيدهم. مشان هيك ما رحت ولجأت لعمي عزة بآخر مرة، ولا حتى لزهرة، حابب شوفها اليوم قبل بكرة وبالي مشغول عليها. بس مالي عين روح شوفها بنوب. مع أنه لو عرفت أنك هون رح تنبسط كتير، بركي بتكون صديق لإلها. البنت المسكينة حاملة حمل أكبر من طاقتها. زهرة؟ عمي، زهرة مو منيحة بنوب، صاير معها شي يا ترى؟ انت خليك هون. زهرة، خير يا بنتي؟ شبك ليش عم تلهتي؟ والله رح جن، ستي لورين اخذت رفيف مكاني لتبادل فيها. ايه بنتي، عندي خبر، ملك حكت لي كل اللي صار. هلأ كمان غانم آغا ركب رفيف بالسيارة وأخذ معه، الظاهر أخذ معه على الخان. يا الله لو أعرف شو بده يساوي فيها. ما رح يساوي فيها شي، هلأ منعرف شو الموضوع، فوتي ارتاحي وخدي نفس. لا عمو إبراهيم ما بقدر، يمكن رفيف هلأ تكون محتاجتني. أنت كمان محتاجة تاخدي نفس يا بنتي، بعدين جوا في شخص بتعرفيه حابب يشوفك شوي. يلا تعال. يلا يونس، شو عم تعمل بالصف؟ القصة يا حضرة الضابط، عيلة كرمان بيكونوا نسايبنا، الله يوفقهم، الجماعة واقفين معنا، أصلاً مقهورين على رفيف هن. بنتي رفيف مرت بأيام سودة كتير، يعني بعد ما توفت أمها ما عاد نطقت أبداً، تقول لسانها الربط، يعني انخرست ما عاد فيها تحكي ابدا. انا بطلع من الصبح ما برجع للمساء، والبنت لحالها، يعني لو جاعت عطشت ما حدا بيقدر يخدمها. ونسايبنا الله يسلمهم اخذوها ولا تعيش بالقصر، بيديروا بالهم عليها وبيطعموها، وانا برتاح ما بيضل بالي مشغول عليها. هي كتر خيرهم، اعطونا غرفه بالقصر انا وياها، وهلا نحن ساكنين عندهم يا سيدي. المعلمه ملك عم تكذب يعني؟ والله عم بتكذب يا سيدي، هاي المخلوقه اول ما وصلت على الضيعه وهي حاطه نقرة بنقرنا، قضيناها بالمخافر وهي ما عم تتحرك من عنا وما عم تتركنا ابدا، مجنونه. بالاول حاولت تخطف بنتي زهره، ولك عم تحاول تاخذ ولادي مني يا سيدي، عن جد عم احكي. مرحبا، الله يعطيك العافيه. هاي البنت جبت لك اياها لهون، سألها وخليها تجاوبك بنفسها. رفيف حبيبتي، يلا يا روحي قولي لعمو الشرطي ولا تخافي، قولي له انه نحن ساكنين بالقصر سوا. يلا أبي قولي له، يلا. لك بنتي قولي أي شيء، مثل ما أنك شايف البنت ما عم تنطق ولا بكلمة. يا حبيبتي رفيف، على القليلة حركي راسك هيك، قولي إيه. يلا لا تخافي، ما حدا بيقدر يأذيكي هون، أنتي جاوبين على سؤالي وبس. عم تقدري تسمعيني ما هيك؟ يلا قليلي، لكان انت والبابا ساكنين بالقصر مع بعضكم؟ Thank you.
برافو بابا. يا خسارة لكن ما لقيت عيلتك. هذا اللي صار، لهلأ ما قدرت أعرف شي عنهم، يعني بقيت بلا عيلة ولحالي. من فترة مو طويلة كان عندي عيلة أنا كمان، كان عندي أم وأب كمان وأخ كبير وأخت صغيرة. هلأ ما في عندي إلا رفيف. رفيف هي بس اللي بقيت من عيلتي، حتى لو مانا أختي الحقيقية مو فارقة، المهم أنا بحبها كتير. يلا لشوف يا أولاد، خلونا ناكل لقمة مع بعض. عم إبراهيم أنت ما عندك أولاد وعيلة؟ أنتوا بتصيروا عيلتي. يعني قصدت عيلة من لحمك ودمك. مشان يكون عندك عيلة مو شرط يكون في رابط دم. أحياناً إنسان ما بتعرفه أبداً ممكن يكون أقرب من عيلتك وبيعمل شغلات كتيرة كرمالك. إيه مثل الآن سملك تمام. ومثل عمي عزت. أنسة لو تعرفي شو صار، غانم آغا طالع رفيف بسيارته، ركضت وراهم بس ما قدرت لحق السيارة. يا ريت لو حدا يخبرني وين راحوا. أنا بخبرك حبيبتي، راحوا على مديرية الأمن لياخدوا إفادة رفيف. يعني قدروا يطالعوا ولا رفيف من القصر؟ رجعوا زبطوا الأمور بمعرفتهم للأسف، حتى رشيد اشتغل حسب تعليمات الآغا. يعني رفيف رح تقعد عندهم بالقصر ما هيك؟ زهرة اسمعي حبيبتي، لا عاد تضايقي حالك، نحن ما رح نستسلم نهائيا، واكيد بيوم رح نقدر نطالع على رفيف من هداك القصر. طمني دكتور كيف وضعه؟ علي منيح؟ اي ما في داعي للخوف ابدا، اعطيناه ابره مهدئ وبعدين عملنا له كل الفحوصات اللازمه، ما في اي كسور او ردود بجسمه. شكرا كثير لك. بس بالاول انا لازم ورجي نتائج الفحوصات للدكتور المختص، وحضرته هلا عنده عمليه. ليش؟ قال لي لا تخبي عني. ما في اي شيء خطير، بس من غير ما ارجع له ما فيني اقول اي شيء هلا. نحن رح نخلي الليله عنا لانه هو هلا تحت تاثير المهدئ اللي اعطيناه اياه، وبكره قبل ما نخرجه من المشفى بنرجع بنحكي بالموضوع. تمام، شكرا كثير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أمي كنت هلأ أنا رح أتصل فيكي. وينك أنت يا أبني؟ عم بتصل فيك، ليش ما عم بترد؟ أمي الله خليكي لا تخافي، بس أنا وعلي ليكنا هلأ بالمشفى. شو؟ ليش أنتوا بالمستشفى؟ اللي علي منيح؟ إيه أمي كتير منيح، لا تشغلي بالك. شو القصة؟ أكيد علي منيح، لا تخبي عني شي. اطمني أمي والله عملك الحقيقة. زمرر شو صاير لعلي؟ طيب طيب، نحن ليكنا جايين لعندك، علي تعب لهيك عزت أخده على المستشفى. أنا صار لازم أمشي، شكراً لكم كتير. زهرة أنت لوين رايحة؟ لعندهم على القصر، مشان رفيف يعني. ليكي زهرة، ما رح تستفيدي شي من روحتك، أصلاً ما رح يدخلوكي لعندهم. حتى لو ما دخلوني، بضل بستنى على الباب، يعني طول ما رفيف هونيك ما رح يطاوعني قلبي أتركه. معناها أنا كمان رح روح، ما بقدر أتركك لحالك. عمي ما تواخذني بترجاك، أنا مضطرة أروح وأتركك لحالك بهيك وقت صعب. خلص أنت لا تاكلي هم الشغل هون، روحي وخليكي مع زهرة، أنا ويونس مدبرين أمورنا منيح. طيب ماشي، انتبهوا على حالكم. يلا حبيبتي. الله يحميكم يا رب. فاطمة خدي البنت وطعمية جوا، أكيد جاعت. رفيف جاتي حبيبتي؟ تعي لفرجيكي شو ساويت أكلات طيبة على الغدا، تعي بنتي.
اللي شو عملت غانم؟ حليت القصة؟ ايه حليناها، لا تشغلي بالك. المعلمة صارت مثل البرغوت باللبان. عدنان كمان أول ما دري يجي على المديرية وسحب المعلمة على جنب وسمعها كلمتين بتستاهلوه. شفتي يا غاية؟ على القليلة في حدا من أحفادك بصفك وما بيوقف مع المعلمة من ورا ظهرنا وبيأذي العيلة. أنا فايت ارتاح شوي. ايه تقبرني، فوت ارتاح، هم العيلة والشغل كله صار على كتافك. عزت اللي وينه علي؟ كيف صار؟ أمي اهدي شوي، ما في شيء، اقعدوا تفضلوا ارتاحوا، لا تضلوا واقفين. عدي زمرد، ليش لساتكن هون لهلا؟ ليش خلوا اذا ما في شيء؟ أمي ما في شيء، بس عطوه ابري ونايم. نحن ما رح يخلص عذابنا ابدا. ليش كل هالمصايب ما عم تجي غير على اولادي انا يا ترى؟ كلها رح تنتهي، لا تقلقي. انا رح احكي مع ستي لورين. صعب ترجع عن يلي براسها، يعني ما بتعرفها لستك؟ أنا كمان ما بتراجع، رح أعمل يلي بيطلع بإيدي، رح حاول لاقي حل يرضيها. علي يا حبيب قلبي، ليش هيك حظك معتر يا ابني؟ مرت عمي نيفين جاية لتبوس ايدك وتتشكرك. معروفك ما رح أنسى، فضلك بيتي ما انخرب بسبب هدول المجانين. هاتي إيدك لبوسة. أنا ما عملت هيك كرمالك. يعني لساتك متضايقة منه وما سامحتينا؟ أصلاً لأني عفيت عنك وقت على رأسنا كل المصايب، بس ما عاد أشفق على حدا من بعد اليوم. ومن اليوم ورايح شو الأصول والعادات رح يكون. عرفتوا أي شيء عن علي؟ كيف صار؟ علي منيح ستي لورين، لا تشغلي بالك. شو بدك دلال؟ ولا شي، حبيت اسمع صوتك واطمن عليك. لك يا بنت ما فهمتي الحكي اللي قلته؟ ها؟ ما بدك تحلي عني بقى؟ ما قلت لك اشلحي الخاتم من اصبعك ولا بقى تتصلي؟ شكله هالسحر ما جاب نتيجة. غلطان إذا مفكر إني رح أتخلى عنك بهالسهولة هي. أكيد مو بسهولة رح أتركك. أنا بعرف إنك متضايقة، بس كونك معصبة ما بيعني إنه أنت على حق. إنك تحبسي طفلة صغيرة هون بالقصر وإنك تفكري تاخديها كنة، هذا مو صح. رفيف ما لها ذنب بهالموضوع. مزبوط صح، رفيف مو مذنبي، الحق عليكن وأنتو المذنبين. نيفين وسليمان، علي وزهرة، وأنت وهديك المعلمة، انتوا اللي ما احترمتوا كلمة العادات وكسرتوا كلمتي. لهيك قررت اني اعلمكن بطريقتي. رح اعلمكن كيف توطوا روسكن وتعملوا العادات واللازم. شو هالعادات اللي عم تسرق حياة الاولاد؟ مو هي اللي عم تدمر مستقبلهم؟ مستقبل الاولاد مو شغلتك. ومن اليوم وطالع بالمكان اللي بكون انا فيه العادات هي اللي رح تحكم. وإذا ما عجبك هالحكي وإذا ما قنعك ليكو الباب.
الله أعلم كيف بتكون حالة رفيف، أكيد مرعوبة منهم. ما رح يضربوها مثلي، مو هيك أنسة ملاك؟ ما رح يضربوها إن شاء الله حبيبتي. أنت حاجة تشغلي بالك. بعدين معك، كم مرة بدي عيد اللي قلته؟ ما قلت لك ما عاد تتصلي فيني؟ ما قلت لي عواد؟ مين اللي ما بيفهم بالحكي؟ حضرتك؟ ولا حضرة المعلمة؟ حبيبة قلبك طلعت من الصف من شوي. لك هي لساتها مفكرة إنه بكرة الافتتاح. بس أنت أكيد ما رح تسمح بهالشي. ولا بتحب إني حل الموضوع هون بأرضه؟ بأرض شو؟ أوعك، لا تساوي شي. أنا رح حل المسألة. اصحك تتصرف من عندك. رح أوثق فيك هالمرة وأعطيك فرصة. أخي عن جد رح تترك البيت؟ تعالي قعدي شوي نجلة. اسمعي منيح شو رح قلك. أنا مضطر إني أمشي. طلعتي من البيت رح تكون أفضل للكل، وإلي أنا أكتر واحد، لأني ما عم بتحمل اللي عم بيصير هون. كرمالي لا تروح، بابا رجع من غيبته وصرنا عيلة من أول وجديد. أخي لا تنزع علينا فرحتنا. ما بقدر ضل. إذا بقيت وما تركت البيت كل يوم رح يتمادوا أكتر من اليوم اللي قبله، والشي اللي بدي أقوله ما بقدر أقوله وقتها، ما حدا رح يسمعني أصلاً. فهمتي علي؟ إذا أنا رحت الأمور رح تتغير. بعدين لا تضايقي حالك حتى لو تركت البيت، رح نضل عيلة وحدة كل العمر، وما رح أتركك أبداً، لا تقلقي. يلا لشوف ساعديني بضب الشنطة. دلال ليكي بنتي، اهدي وطولي بالك واوعك تحكي لك شي كلمة معه. اهلين نعمة خانم، منورة. منورة بوجودك. شكلها دلال اتصالحت مع خطيبة واجيتوا تشكروني عالشغل، ما هيك؟ ايه لكن تصالحنا والليلة رح نتجوز، وحتى بدي اياكي تكوني شاهدة على جوازتنا. اي صلح عم تحكي عليه؟ الزلمة مو طايق خلقتي بنوب. الحجابات كأنه شكلهم ما فادوا كتير. امي قولي لها انه الحجابات ما جابت نتيجة بيكون احسن. بنتي مو هيك بتمشي القصص، الشغلة بدها شوية صبر، هدوك الحجابات ما بلشوا شغل لسه. لا بدي أصبر ولا عندي وقت لضيعه. أنا عطيتك وما سألت عن المصاري، وإنتي وعدتيني إنه عدنان رح يرجع لي أكيد. ما بعرف كيف، بس بدك تدبري راسك، بدك توفي بوعدك أحسن لك. طلعي فيني، اهدي واسمعي كلامي منيح يا مجنونة. لا تحكي شروي غروي وتعديها لهالمخلوقة أحسن لك. معاذ الله بتخرب بيتنا وبتدعي بالموت علينا. ايه انا ماني خايفه لا من دعواتها ولا من كلامها. انا هلا خايفه يجي عدنان يفقص الخطبه وياخذ محبسه. أوه.
شو هي؟ ليكي جواتها الصرة في رماد لسبع أنواع خشب مختلفين. مع طلعة الفجر بتاخديهم بتروحي على القصر وبترشيهم كلهم عند الباب، وبعد ما يمر سبع ليالي خطيبك عدنان رح يجي على بيت أهلك ركد، رح يترجاكي لترضي. لك إنه أنت وأختك زهرة عم تتعبوا حالكن على الفاضي. لورين خانو ما رح تسمح لك تطلعي وتحكي معه. الله يخليكن، اتركوا أختي بحالها. شو بتصومي بنت صغيرة مثلها؟ اللهم جيبك يا طولة البال. رفيف لا تخافي أبداً، أنا هون يا أختي، صدقيني ما رح أتركك لحالك. هديك المعلمة بتكون عم تعلمها أكيد. أصلاً ما حدا عم يعبي براسها غير هديك البلوي. صدقوني إذا ضليتوا حابسينا ما رح تستفيدوا شي. إذا عندكم شوية ضمير خلوا الأختين يشوفوا بعضهم. رح ورجيكي شي ما شفتيه بحياتك كلها. شو ما عندكم بيوت تضبكم أنت وياها؟ بدكم تتعودوا لأنه حنضل نجي. جايين نشوف رفيف وما رح نتحرك لحتى نشوفها. بالله عن جد خلصتي من زهرة وهلأ بلشتي برفيف؟ ما عندك شغلة تانية أنت؟ رفيف بقيانة وما رح تطلع من القصر، يلا نقلعوا روحوا من قدام بيتنا. لو سمحتي خالي اسمحي لي حاكي اختي بس شوي. مشتقت لها ومشغول بال عليها، خليها تشوفها. وليش لحتى ينشغل بالها؟ هي بتعرف كيف العيشة بالقصر. يا ترى شافوا هيك راح ببيت اهلهم المعترين وش فقر. لك بيقول لي عقلي اطلع اوصن هنن التنتين. لا تعذب حالك بابا، امي رح تعمل لهم اللازم وزيادة. ايه أنا ماشي ست لورين، أنت علمتيني ميز بين الحق والباطل، بس هذا القصر ما عاد فيه شي على أصوله، بتمنى تسامحيني. عزت طلعت من القصر قبل هالمرة، سامحتك قلت حرام، بس إذا طلعت هلأ لا تفكر أني رح أسامحك. تنسى هذا القصر وتنسى ستك لورين. بسطتي روحتي الشب وخليتي عادي العيلة؟ إن شاء الله ارتحتي هلأ حضرتك. ليش رايح عمي عزت؟ بسببي أنا رح تترك القصر؟ لا زهرة مو بسببك، بس مشان أقدر احترم حالي وريح ضميري. يلا زهرة أمشي، خلينا نرجع لازم، قربت تغيب الشمس. رفيفي بتكره العتمة، شلون بدي اتركها؟ زهرة حبيبتي، وقفتنا هون ما رح تفيدها بشي لرفيف بنوب. من هون ما بتحرك، أنا ما رح اتركها لأختي، لو بنام قدام الباب المهم إني ما أترك رفيف لحالة. ليكي زهرة، حتى لو كنت بعيدة عن الناس اللي بتحبيهم، طول ما أنت حاملتيهم بقلبك بتصيري قريبة منهم. صدقيني حبيبتي، رفيف كمان حاسي إنك جنبها بهاللحظة. رفيف بتعرف إنك ما رح تتركيها، يلا. تعي لقلك، بتعرفي هلأ شو رح نساوي؟ منروح لعند ملك على البيت ومنشوف شو فينا نعمل لحتى نساعد رفيف. يلا تعي. <تصفيق>
طولي بالك زمرد، علي بخير وما في شيء. أنا ما قدرت أساعدهم لأولادي، حاولت كل جهدي بس ما قدرت خلي وجوههم تضحك. لا تظلمي حالك زمرد، أنت كنتي ست وحيدة وربيتيهم وطالعتيهم هيك، يلي عملتيه قليل برأيك؟ صرنا زمان جايين وعلي نايم مو عيان، رح أخذك لازم تاكلي. أهلا وسهلا آغا. أهلين. إن شاء الله يكون يومك مر على خير. وين سونا؟ متسطحة بأوضتها، قال راسها عم يوجع ودايخة. عم تتدلع ما فيها شي، بتضل موجوعة من أول ما إجت لهون. سونا شو واقفة عم تساوي؟ افتحي الباب. بعدي هيك لشوف. شبك شو صاير معك؟ تعبانة ومو قدراني واقف، مريضة كتير ودايخة. شو قصتك انتي؟ مو شايفة حالتها للبنت؟ ليش ما خبرتيني؟ سونا تعي غيري اوعيكي، خليني اخذك على المشفى. تعالي. رحت على مخفر الشرطة وحكيت لهم كل شي صار، رجعوا كذبوا وزبطوا القصة. وقال شو رشيد ساكن بغرفة بهداك القصر، ولأنه هو ساكن هنيك رفيف ساكنة معه، متفقين على القصة يعني. من البداية مبين هيك رح يصير. ايه وشو رح نعمل هلا؟ رح نسمح انه رفيف تمرق بنفس اللي مرقت فيه زهرة؟ ما رح نسمح، بس لازم نكون هادين. بموت وما بترك اختي رفيف بيناتهم هيك. لا تخافي زهرة، بهد القصر فوق روسن وما بترك اختك تضل عندهم هنيك، تمام؟ اهدي شوي ملاك، القصة مو سهلة. اسمعيني، هيك انتو عم تصعبوا الامور اكتر. اهل القصر راكبين راسهم، واذا نحن تصرفنا بهدوء وعقل وعرفنا نخطط منيح رح نحل القصة اسهل ما بتتخيلي. يا ريت لو كل شي يرجع لطبيعته ونرتاح بقى. اكيد رح يرجع وكلنا رح نحاول كرمال هالشي. انا رح اسكن عند العم ابراهيم حاليا، اذا لازمكن اي شي خبروني، بجي لهون فورا. ايه تمام. نحن واقفين جنبك. يلا انا رايح. عن اذنكم. انت شو رايك يونس؟ افتتاحنا بكره رح يكون منيح؟ رح يكون منيح ان شاء الله يا رب، مالي مصدق امتى تبلشوا مشان اجي وادرس معكم هون. ايه رح تجي طبعا، هالمركز انعمل لإلكم وما بيكمل غير بوجودكم. يلا خلينا نرجع البيت بلا ما يمطر عزت.
زهرة حبيبتي، ما تعشيتي منيح، على القليلة كلي بردقانة. أكلت شكراً، ما جاي عبالي بنوب. عندها موهبة الرسم بالفطرة. ايه صحيح، رفيف كتير متعلقة بالرسم، كانت تستخدم الألوان لآخرهم، بتخاف إنهم يخلصوا بسرعة. خلص لا تاكلي هم، عن قريب أنت وأختك رح تعدوا ترسموا مع بعض. ايه يا ترى هلأ شو بتكون عم تساوي بهداك القصر؟ إن شاء الله ما يكونوا عملوا فيي مثلي. معقول يكونوا حابسينا بغرفة لحالة؟ يا روحي، أنت ما ذاقت خلاقك من هالقعدة؟ كم ساعة إلك قاعدة هيك؟ يلا فوتي تفرجي على التلفزيون وتسلي. فوتي لا تخافي، ما حدا بيحكي معك شي. بدك تضلي قاعدة عندي هيك؟ مثل ما بدك طيب، بس أنا لازم خلص شغلي. خليكي قاعدة حياتي. يا الله دخيلك، وين المفاتيح؟ أكيد بكون نسيتهم بالمركز. عمي ارجع جيبهم؟ لا أنت خليكم، ما رح تعرف وين تركتهم. أنا رايح جيبهم وأنت انطر عزت. طيب ماشي عمي. قلبي مو مرتاح أبداً. بعرف يا روحي، وأنا كمان. يا ريت لو بقدر أكون مع رفيف بهالوقت. سمعتي عزت شو رأيه؟ لازم نحل القصة بهدوء ونستنى. إذا استنينا رح نستفيد يعني؟ أصلاً نحن ما في شي بإيدينا لنعمله. كان في يا زهرة، اليوم كان فيكي تتطلقي، بس فجأة تراجعتي. كرمال إني أخلص ما كان فيني ضحي بإختي. ماشي؟ ما كنتي رح تضحي فيها، نحن كنا رح نعمل كل اللي بيطلع بإيدنا لحتى نخلصها. إنتي وعمي عزت كنتوا رح تعملوا كتير شغلات، وساعتها المشاكل كانت رح تكبر وتقوى أكتر، ومع هيك ما رح تقدروا تغيروا شي، يعني بس رح تتعبوا على الفاضي. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. إمتى رح تعملوا الافتتاح عمي؟ الأولاد حضروا الأقلام والدفاتر وجاهزين؟ بكرة الصبح بإذن الله. الله يعطيكم العافية. تصبح على خير عمي. خاطرك عمي. لا والخير، مع السلامة. اليوم أنت غلطتي زهرة، نحن ما ضل شي وما استحملنا مشان نثبت إنك مو بنت رشيد، وتخطينا كتير مشاكل. آخرتها شو ساويتي؟ لما قربنا نوصل لهدفنا تراجعتي، وهني أصلاً هذا اللي كان بالدنيا هدفهم، يخوفوكي وأنت خفتي وتراجعتي. إيه صحيح، قدروا يخوفوني لأنه كل يلي بقيلي بهالحياة هي أختي، لهيك حرام. أنا بلا أهل سفيد لحالي، أمي وأبي تركوني أول ما أجيت على هالدنيا، عايشة ولا ميتة، جوعانة ولا بردانة، ما سألوا أبداً. خلص حبيبتي خلص. بعدين يلي كنت فكرتن أبي وأخي ما طلعوا هيك، هن الاثنين تخلوا عني وما حدا منهم سأل فيي أنا. عم حس إني بلا قيمة لما فكر بالشي اللي صار. ضحوا فيني بلا ما يرف لهم جفن. أنا ما رح أعمل هيك، لا ما رح أترك رفيف لحالي أبدا، رح ساعده.
زمرد، مشغول بالك على علي كل الوقت. يلا اشربي الشاي لنرجع. اليوم يلي ولدته فيه لعلي ما بينتسى. كنا بهاي المشفى نفسها، عزت بوقتها كان طفل صغير، حب يضل معي بالغرفة. انت طلعته بوقتها واخدته عجنيني، ومنشان ما نخليه غار قلت له إذا قعدت عاقل علي رح يجيب لك هدية. وبليل تنام وهو عم يستنى الهدية. يا ريت لو أنا كمان بقدر أتذكر. أكبر وجع للأب إنه ما يتذكر شي عن أولاده. والله ما كنت عم أقول هيك لحتى ضايقك. بعرف زمرد، رجعتي على البيت بهالحالة خيبت أملكم كلكم، وأول وحدة أمي. جمال، أنا ماني ناطرة منك تتذكر أي شي. كل يلي بدي إياه إنك تقدر ترجع تحبنا كلنا من جديد. تعالي يلا. خير شبعة؟ كتير موجوعة. ماني قدرانة وقف. مدام تفضلي معي لعند الدكتور، وحضرتك استنى هون لو سمحت. عم تفتر فيها الدنيا وعم تدوخ. خير شو صاير؟ شكل النومي برا. عم إبراهيم نسي المفاتيح بالمركز ورجع يجيبهم. لك يا ريتني وصلت قبل هلا، كنا رحنا بالسيارة ليك دقيقتين. عمي عزات، حسيت زهرة مو على بعضها اليوم. إذا بتسمح لي فيني روح شوفها وأحكي معها شوي. حلوة الفكرة، يمكن تحكي لك الشي اللي ما حكت لنا إياه. بتعرف وين بيت الملاك؟ يعني ما بتعرف، استنى لدلك عليه. طلع شايف وين صاف سيارتي؟ إيه، بتفوت بالشارع اللي بعدها وبتكمل فيه للآخر. عزت. يا عم ابراهيم، في حدا فات على المركز وكسره. تعال عندي يا ابني. يلا عمي انا جاي لعندك فورا. علي فاق ولا لسه؟ لا تشغلي بالك، لساته نايم. الدكتور طلب انه يشوفكم وانا كنت جاي مشان اخبركم. خير شو بده الدكتور؟ صدقوني ما بعرف شو بده. تفضلوا.